بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم باش نقدموا مرقة حلوة، يعني كي نقولوا مرقة حلوة معناها مالحة وحلوة في نفس وفيها حاجات حلوة في نفس الوقت. المرقة هذه فيها الفواكه الجافة كالمشماش والعوينة والزبيب والقسطل، هي الأساس هو القسطل، وفيها الحمص وفيها الفاكهة مثل اللوز، الفستق الحلبي اللي يحب يعمل لها الصنوبر، ونفس الشيء فيها اللحم والبصل والفحات كما تشوفوا. احنا اول حاجة اللي خذيناها نفس الكيل، خذينا كل شيء 120 جرام. عنا 120 جرام قسطل، اما القسطل يلزم يكون منفخ عنده ليلة كاملة، يعني من البارح نفخناه في الماء باش يطيب لنا بالكدا. حمص منقوع نفس الشيء. هذا لوز مقشر، لوز قشر نحينا له قشرته 120 جرام. هذا زبيب كيف كيف 120 جرام. عوينة 120 جرام، ومشماش شايح 120 جرام. خذينا راس بصل و100 جرام سكر. السكر بالنسبة للسكر 100 جرام. عندنا شوية زعفران وعود قرفة وكعبة مسكتة، فلفل أكحل، شوية كركم وملح وزيت، ونص كيلو لحم هبرة. احنا خذينا نص كيلو لحم علوش هبرة، قطعناه قطع صغيرة هبرة. هذا يتسمى مرقة حلوة. أما إذا كان باش نستعملوا فاكهة من الفواكه ما توليش مرقة حلوة. مثال كان باش نستعملوا كان المشماش باش تولي مشماشية، نستعملوا دبل عوينة مرقة عوينة. معناها كان باش نستعملوا ديب القسطل والزبيب نسموها قسطليه. معناها كي تولي مرقه حلوه كي المكونات الكل تولي مع بعضها. تو باش نبداو على بركه الله. باش نبداو اول حاجه نفوحوا اللحم نتاعنا. اللحم يلزمو يتفوح بالكدا. باش نحطوا له شويه كركم، مش برشا، شويه كركم وملح وفلفل اكحل. يعني المرقة هذية بنتها ملح وفلفل أكحل، ونزيدوه مغرفة زيت، نزيدوه مغرفة زيت باش الفحات تلصق في اللحم. هذه شفتوها عليها اللحم الكل حطيناه فيه، فوحناه ملح وفلفل أكحل وشوية كركم شوية زيت، وحطينا له الفحات باش تلصق في اللحم. ومن بعد نمشي نركبوا طنجرتنا على النار. هذا يتسمى اللحم حاضر. تو باش نمشيو للغاز، شعلنا النار نتاعنا باش نصبو الزيت. هذا فنجان زيت صبيناه، هذا فنجان زيت صبيناه. يسخن شوية زيت، عنا عود القرفة باش نحطوه، كعبة المسكة والزعفران، هذو نحطوهم في النار يسخنوا. تو سخن الزيت باش نحطو البصل. نحضروا توا الطنجرة نتاعنا البصل اللي يتقلى شوي باش نضيفوا له اللحم، واحنا في الاثناء نحضروا في الماء سخون، يلزم نحطوا له حوالي ايترا ايترا ونص ماء سخون. سخنا شوي تو باش نحطوا اللحم. اللحم كيما شفتوه يتقلى واحنا محضرين الماء سخون، يتقلى تو باش نصبو الماء سخون. حوالي لتر ونص ماء سخون باش نعمل السكر. باش نعملو مغرفة من الأول، باش نعملو مغرفة سكر.
نحط القسطل، يعني هذا القسطل تاعنا نقعناه ليله كامله في الماء ونظفناه من القشور اللي ما زالت فيه، وتو باش نرميه في الماء كي حطيناه يغلي. كيف كيف الحمص، يعني الحاجات اللي تطيب باش نرموها تو الكل. هذا الحمص، وعندنا اللوز، هذوما نخلوهم حوالي ساعه ربع يغلو، وتو باش نحضروا المكونات الاخرى نغطوها ونخلوها تغلي. هذه تطيب. تو باش ننفخوا الغلال الجافه هذيا، العوينه والمشماش والزبيب. عندنا هذا المشماش ما فيش قلوب، هذا باش نحطوه هنا، والعوينه باش نحولها القلوب نتاعها. العوينه من الافضل نحولها القلوب نتاعها، نشقوها بالسكين ونشبك القلب كما شفتوا هنا القلب من داخل، افضل من نحوه في الماكله، يعني نخير نحا قبل ورجعوها كانها كعبه كامله. هذه بالنسبه للغله المجفه. توا عندنا المشماش والعوينه وهذا زبيب، توا نصب عليهم ماء سخون نخلوهم ربع ساعه، ومن بعد نحطهم في كسكاسي يستقطروا ربع ساعه كهو في الماء سخون. نغموهم بالماء سخون، شوفوا الوقت ديما ربع ساعة 15 دقيقة، ونصفوهم. كل مرة نرجع نحرك الطنجرة بتاعنا نشوفوها كيفاش كانت بالمكونات وبالباحت. حطينا اللوز والقسطل والحمص واللحم يطيبوا، ونفخنا الفاكهة الجافة مدة 15 دقيقة، ومن بعد نستقطروهم ونرموهم 10 دقائق الاخرانيين باش يغلو. هذه المرقة الحلوة نتاعنا اللي حطيناها، عندها ساعة هي على النار تغلي. شفتوا حتى المرقة نشفت، وطاب الحم، طاب الحمص واللوز والقسطل. تو باش نرمولها السكر، باش نحطو السكر باش تولي، باش تعقد هي، باش تولي كي البونتا. نرمو السكر، باش نرمو المشماش والعوينه والزبيب اللي حضرناهم وحطيناهم في الماء وحطيناهم يستقطروا، معناها ربع ساعه ماء سخون، ونخلوها 10 دقائق تغلي. اما لابد من التحريك خاطر السكر باش ما يشدناش، خاطر تو باش تعقد هي، باش تولي كي البونته، يلزمنا هي تغلي واحنا نحركوا ما نخلوهاش بلاش تحريك. 10 دقائق وتكون بإذن الله جاهزة. خلوها تغلي غلوة باهية، ومن بعد نقصوا عليها النار. لكن ال10 دقائق هذوما نحاولوا نحركوها باش يذوب السكر ما يشدناش اللوطة. هذه المرقة الحلوة متاعنا جاهزة، خليناها لين عقد السكر ولات مرقة عاقدة، وتو جاهزة للتقديم. قدموها كمفتحات، هذه مرقتنا الحلوة جاهزة للأكل وللتقديم نفس الوقت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتاكلوا بشفاء وتنال اعجابكم الناس الكل، راي بنينه برشا. وكما شفتوا هي من المقبلات، ونقدموها يعني في اشكال صحن صغير يعني كل واحد قبل الاكل، وذوقها بنين برشا. تو جربوها وان شاء الله تعجبكم، وصحتي، والسلام عليكم.